نادي الوشم بشقراء وقصة الصعود لأندية الدرجة الثانية. لم يكن يوم الثلاثاء الثاني من شهر رجب لعام 36 و400 ألف للهجرة يوما عاديا على شقراء وجماهير ومحبي نادي الوشم، وهو اليوم الذي أعلن فيه نادي الوشم صعوده للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه المثير على نادي الربيع من جدة في آخر مباراة له في نهائيات الصعود للدرجة الثانية لكرة القدم، حيث سطر نجوم الوشم أسماءهم بأحرف من ذهب. بدأ الفريق استعداداته الرسمية لخوض دوري مكتب محافظة شقراء بعد وصول مدرب الفريق الكابتن علاء الشرقاوي من دولة مصر مطلع شهر ذي القعدة لعام 35 و400 ألف للهجرة. استهل نادي الوشم مشواره نحو الصعود بدور المكتب الذي شارك فيه 5 أندية هي السر، اليمامة، أشاقر، كميت. لعب الفريق خلال هذه المرحلة 8 مباريات بنظام الذهاب والإياب، واستطاع تحقيق لقب دوري شقراء قبل الجولة الأخيرة بعد وصوله للنقطة 21 وبرصيد تهديفي بلغ 31 هدفا ولم يلج مرماه سوى 4 أهداف. في دور 32 حشد الوشماويون قواهم لتجاوز هذه المرحلة التي لا تقبل التعويض، وغادروا لمدينة الأحساء لملاقاة نادي الروضة في مباراة الذهاب في ضيافة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحماد. أقيمت المباراة على استاد الأمير عبد الله بن جلوي، وقد انتهت بخسارة الوشم بهدفين دون مقابل، وكانت النتيجة قابلة للزيادة لولا براعة حارس المرمى محمد قدري الذي تصدى لركلة جزائية لصالح الروضة في آخر دقائق المباراة. عوض فريق الوشم تلك الخسارة في مباراة الإياب بانتصار ثمين بهدفين نظيفين، لتمتد المباراة للأشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح التي استطاع الوشم الفوز فيها بنتيجة 3-2 بعد استبسال حارسه حمزة الخلف وتصديه لركلة جزاء. في دور 16 لعب الوشم مع نادي الخالدي من الوجه بمنطقة تبوك. أعان الفريق في رحلة المغادرة إلى الوجه لخوض مباراة الذهاب لعدم وجود رحلات طيران مباشرة، وخسر الفريق تلك المباراة بهدف وحيد، حيث لم يوفق الفريق في اللعب بشكل جيد بسبب صغر مساحة الملعب وعدم انسجام اللاعبين مع أرضيته الصناعية. أصر اللاعبون على تخطي الخصم إيابا في ملعبهم وكان لهم ذلك، حيث انتهت مباراة الإياب في شقراء ب3 أهداف نظيفة ليتأهل الوشم لنهائيات الصعود. و
وضعت قرعة نهائيات الصعود للدرجة الثانية نادي الوشم بالمجموعة الثانية بجانب أندية الربيع والسراوات والقيصومة، وأقيمت المباريات على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف. تكفل الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الجميع باستضافة البعثة. لعب الوشم مباراته الأولى في نهائيات الصعود مع نادي السراوات، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وفي المباراة الثانية خسر الوشم من نادي القيصومة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولم يظهر الفريق بمستواه المعروف، وأصبح موقف الفريق أكثر تعقيدا لحسم إحدى بطاقات الصعود. دخل رجال الوشم وأمامهم الفوز فقط على فريق عريق حاز على أغلب الترشيحات وهو نادي الربيع من جدة، وكان الرجال عند وعدهم وحسموا اللقاء لصالحهم بهدفين مقابل هدف. سجل أهداف الوشم مسفر الدوسري وسعد حدادي، بعدها أشعلت شقراء قناديل الفرح وابتهجت بتأهل فارسها الوشم إلى دور أندية الدرجة الثانية بعد أن خطف البطاقة الثانية في مجموعته بجانب نادي القيصوم. والله وجيبكم يعطيكم العافية، وشرفتوا والله المنطقة بشكل على مقاره بشكل عام وشقرة بجهة الخاص. ولعب الوشم مباراته الأخيرة لتحديد المركز الثالث والرابع أمام نادي القلعة، وكسب اللقاء بثلاثية نظيفة قدم فيها نجوم الوشم مستوى فني رفيعا، توج بثلاثة أهداف ليتوج الوشم بالمركز الثالث في بطولة المملكة للدرجة الثالثة، ويعلن صعوده الأول في تاريخه لمصاف أندية الدرجة الثانية. نادي الوشم بشقراء وقصة الصعود لأندية الدرجة الثانية.